تعالوا نشوف الناس بتقول ايه. يعني انا عندي هنا كذا مشهد هنشوف منهم، يمكن تكون فيديوهات موجوده او البعض شاف بعضها، تعالوا نشوفها مع بعض، نشوف منها اجزاء. يعني الناس اللي بتستغيث، والغلابه اللي ما معهمش فلوس وبيهدوا بيوتهم، والناس اللي بتستغيث. يعني بس انا بستنكر قوي اللي بيستغيث بالسيسي. يا عم ده هو الشيطان الاكبر، يا عم ده هو رئيس العصابه، شيخ المنصر هو عبد الفتاح السيسي. السبب في اللي بيحصل هنا ده كله في مصر هو عبد الفتاح السيسي. تعالوا نشوف مشاهد من القهر والقمع اللي في بيوت المصريين بسبب هد البيوت بقرار من عبد الفتاح السيسي. لا قرار قانوني ولا قرار تابع عن لدستور، ده قرار من عبد الفتاح السيسي وبس. الحاجة بتترمى من البلكونة، الحاجة بتترمى من البلكونة. الحفة مرمية على الشبابيك، يرموا الخشب وقت النوم وتاير واللي الواح من البلكونة. شرطنا بتاخد ادي الهدوم. انقذنا يا ريس، انقذنا يا ريس، احنا اولادك، احنا اولادك وداعمين ليك يا ريس. يا ريس، يا ريسني، يا ريسني، يا ريسنا. الحكومة جايرة عليني، الحكومة جارت عليني. الناس الغلابة ما معهاش فلوس، حنرجع بالخيام تاني وسبايت البوص، حنسكنوا على الترع وتحت زعف النخيل. يا سيادة الرئيس، الناس اللي بتستغيث بحضرتك هم الناس اللي حضرتك اتكلمت عليهم وقلت انا هنزل الجيش وجميع كرة مصر. هي كرة مصر دي يا سيادة الرئيس، هم هي الناس الغلابة، الناس اللي شالوا البلد على ظهرهم ودوا صوتهم لحضرتك يا فخامة الرئيس. أنا كنت بجمع توقيعات في حملة التمرد يا سيادة الرئيس، لولا أنا واللي زيي ما كانش في حاجة اسمها محمود بدر ولا في تمرد ولا في حملة تمرد. قوة مباحث تنفيذ الأحكام اللي هو يرقصها الرائد محمد نبيل الظهراوي. أنا حزينة بجد. لما يجي حد يقول لك طلع عفش بيتك وخلاص لازم تعمل مغادرة للبيت عشان هنعمل له إزالة، طب أنت ما فكرتش إنك تعمل إزالة للناس؟ يعني قبل ما تعمل إزالة المفروض تكون موفر لهم على الأقل مكان يقدروا يعيشوا فيه، يقدروا يقعدوا فيه. بجد أنا حزينة، وبجد بجد يعني أنا مش عارفة ليه بيحصل فينا كده، ليه بيحصل فينا كده؟ إن على أبوها بلد يا شيخة اللي تذل البني آدم كده وتخلينا في يعني أنا مش عارفة، أنا مش عارفة. يقولي لي أصلك أنت مش عاجبك البلد اللي أنت قاعدة فيها، روحي امشي بره، أروح أعملي بره. الحمد لله بطلة عالم، بطل عالم وبطلة أولمبية وبطلة أفريقيا وبطلة عرب وبطل كل حاجة، خدت الوسام الجمهوري 3 مرات، 10 سنين راحوا من عمري في لعبة رفع أثقال عشان برفع عالم مصر، وفي الآخر مصر تعمل فيها كده. أنا طلعت لكم لايف من قلب الشارع، وحابة إن أنا أوريكم البنتظارات والحاجة والبيوت كمان، وكمان مضللين البيوت. بصوا يا جماعة، ده البندوزر وده كمان، ماشي، كمية حاجات عشان خاطر تشيل البيوت. لو شفت لكم، لو شفتوا منظر الناس هتحزنوا. يعني بصوا، بصوا الخيام، الخيام اللي جوه عاملين في الجنينة خيام. دفعنا كلنا دم قلبنا، ضيع شقة عمرنا وضيع كل حاجة، يعني الجلد والسقط راح خلاص. وبعدين حاجة تانية، هو دلوقتي هيدمر المقاولين خلاص، هو تقريبا دمرهم كلهم خلاص. يعني كل واحد فيهم بيستدعوا اللجان اللي هي بتاعت المصالحة دي، وينشوا مبلغ ابن 30 كلب، مبلغ اساسا الراجل. وفين الرحمة؟ فين البلد اللي تشيلك؟ مريض عايزة تعالج، فقير ما عملتش حاجة، وبنتي كمان ممكن تضيع بسبب الوصلات الأمانية دي. طب أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ لله الأمر ومن قبل وربنا. ما تقلقش يا حاج، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ما عندكش مكان تروح فيه يا حاجة؟ أروح فين؟ ها؟ ما أروح فين؟ ماليش حتة، أروح فين؟ معلش يا حاجة، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. صحتك بالدنيا يا حاجة، صحتك بالدنيا. تحبي تقولي ايه للريس ولا تحبي تقولي ايه للمسؤولين؟ اروح فين؟
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. حضرتك جبرت بخاطر السيدة المسنة وسندتها اللي حضرتك قابلتها في الطريق، ومصر كلها اتكلمت عنها والصحف ان انت سند وظهر. انا عايز اقول لحضرتك يا ريس ان الشعب المصري كلته نفس السيدة اللي انت شفتها دي، كلهم محتاجين السهم والضرب والظهر، كلهم الحوجة تعباهم مش لاقيين حد يقف جنب منهم. الحكومة مليون، احنا الشعب 100 مليون، مش هجور قانون التصالح، هجور قانون الجباية، هدم وخراب لبيوتنا وتشريدنا في الشوارع بدون مسكن او مأوى، وهاتك اعراضنا سواء بناتنا او اخواتنا او زوجاتنا، وتشريد اطفالنا بلا سكن او مأوى ولا رحمة ولا انسانية. سجل يا تاريخ، اول مرة في التاريخ يضرب المثل بالاحتلال في التاريخ. لما تيجي تسألني تقول لي المواطن خالف ليا، هقول لك ليه المواطن خالف. المواطن خالف يا حضرة لأن الدولة ما وفرتش 3 حاجات، ما وفرتش سكن مناسب بالسعر المناسب، ما وفرتش أراضي داخل، وفرتش أراضي داخل الكردون تتناسب مع الزيادة السكانية. سيوصل لمين ومين يسمع ومين يتبه للمواطن؟ مفيش. مين اللي نص على قانون المباني وهد البيوت للناس؟ مين من السياسيين اللي هو شرع؟ صعب للغاية، وضع صعب ومر للغاية، هدم بيوت، رغيف عيش، سد النهضة، بلاوي متلتلة. الثورة ما كانتش عايزة معاد، بس انت ما تقدرش تعمل ثورة غير بمعاد، لان اي حد هيحاول يحرك الناس جوه انت عارف مصيره، واي دعوة هتحصل بره انت عارف مصيرها، ان هم هيستنوك وانت مش هتنزل. يبقى صوت العقل بيقول ايه؟ بيقول احنا النهاردة كام في الشهر؟ النهاردة 7، يعني باقي 13 يوم. في خلال ال 13 يوم لو ما عملتش ثورة حقيقية هتخسر أكبر من الخسارة اللي خسرتها قبل كده. أكتر حاجة ممكن تخسرها إنك تخسر وطنك، تخسر شرفك وكرامتك كمواطن، وتخسر حريتك. وعايز أفكركم، وكل يوم هفكركم، مين اللي أمر بالهدم؟ اللي أمر بالهدم مش محافظ ومش وزير ومش رئيس وزراء، مش أي حد. اللي أمر بهدم بيوت الناس هو عبد الفتاح السيسي، اللي تحدى الناس وقال لهم يعني ابنيها زي ما انا عايز، يمشي ويجي حد يخربها على اساس هي مش خربانه، هو السيسي. هفكركم بكلامه، وافتكروا المسؤوليه عند السيسي مش عند حد تاني. تبني ايه؟ الاراضي دي مخططه؟ طيب لا. طب هم واخدين تراخيص من حضرتك؟ لا. طب انتوا ساكتين ليه؟ عشان كتير؟ عشان كتير يعني؟ عشان كتير يعني بيوت الناس. فين المدير الامن هنا؟ هد. فين مدير الامن اسكندريه؟ اتفضل. سيد وزير الداخليه؟ لا. جاهزين ايه بقى؟ لا، الكلام ده تجاوز شديد، الناس اتعودت عليه. ايوه، مش مقبول دلوقتي. ليه؟ هنفضل تعبانين كده، هنفضل دولة تعبانة. أيوة، وثق، فتح عينك كويس، واحفظ مين اللي بيهد البيوت وبيدي الأوامر ومش عاجبه كمان، إن لا، لازم تهدوا وتشيلوا الناس من بيوتها ترموها في الشارع علشان يبقوا لاجئين جوا بلادهم. وفي الآخر يقول لك أحسن ما نبقى زي سوريا والعراق، إحنا أسوأ من أسوأ دولة في العالم، مش بس سوريا والعراق.